بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. بعض الناس يقول في قوله: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أنه يذكرها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء إلى غير ذلك. نقول هذا الكلام غير صحيح، وهذه لم ترد لا في أذكار الصباح ولا في أذكار المساء. واحذروا بدع الدعاء وهذه منها.